الشباب. نروح للدرون بتاعنا، معانا من وسط البلد وميدان التحرير زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، واضح ان ابتدى يبقى فيه ازدحام مروري الى حد ما في الميدان نفسه. وسط البلد زي ما كلنا عارفين كانت من أرقى الأحياء اللي موجودة زمان في القاهرة، يعني كان الناس اللي هي البشوات والهوانم كانوا بيسكنوا في وسط البلد دايما، تلاقي الوزراء المسؤولين كلهم ساكنين في وسط البلد، وفي بيوت لحد دلوقتي برضو بيمتلكوها. حاجة كانت رائعة جدا، التخطيط كان جميل، المعمار فوق الرائع، ولحد دلوقتي طبعا. يعني انا سعيدة كمان، تعرف يا حسام في حصل صيانة مؤخرا، يعني تعزينا الوحيدة انه بيحاولوا تاني يحيوا القاهرة الخدوية والتجميل ما بين مدينة وسط البلد. خسارة بجد، يعني احد الاحياء اللي فعلا فعلا راقية، ونتمنى ان هي تستمر بهذا الشكل. وكان في مشروع ايضا لاغلاق بعض الشوارع تبقى منطقة خلينا نقول تمشية، وده بيحصل كتير قوي. يعني فكرة وسط البلد في مدن كتيرة في العالم بتبقى زي المكان الأثري المفتوح للناس تتمشى فيه وتعمل شوبينج وتتفرج على ثقافة وحضارة البلد، ويكون بأقل قدر من التدمير أو التلوث. لكن طبعا ده بسبب ضغط القاهرة، هو أيضا اللي أدى لتشويه المنطقة دي بشكل أو بآخر، بس عزقنا أن هي بتستعيد القاهرة. فاكر لما وقت الثورة وحصل طبعا، يعني الناس كان في كل واحد كده بيعمل اللي هو عايزه، المحلات كان في بقى عجائلين لو حضرتك كنت تتذكروا، كان قدام المحلات، يعني كل واحد كان بيمشي والله عايز يعيط. دي وسط البلد مشهد كان يعني محزن جدا، بس الحمد لله الموضوع ده تم السيطرة عليه وإيجاد حل ليه برضو، يعني لأن الوضع يعني كان غير مقبول تماما. يعني احنا كمان شايفين دلوقتي امتداد كمان بتكلموا في البلد، امتدادها العابدين، وشايفين جنينة قصر عابدين كانت معانا في الصورة، اكبر قصور المصرية على الاطلاق قصر عابدين، واللي كان ايضا مقر اسرة محمد علي ومقر للحكم، واحد ايضا اشهر القصور خلينا نقول التاريخية مش بس في مصر لكن ليه شهرة عالمية كبيرة. كده شباب كان مصري، شباب مصري طبعا، جيب ببعض الافكار اللي كانت كويسه جدا، وكانوا بيتكلموا ان احنا في مصر عايزين اسطح المنازل نحولها لجناين وننظفها وحاجات زي كده، كانت افكار كويسه جدا، وعرضنا احنا بعضها هنا في صباح عن، وكانت فكره جيده جدا. بس هل ممكن نطبق ده ولا لا؟ يعني هي ثقافه نحتاج او بتحتاج هي الى تغيير الى حد ما، نبقى احنا من جوانا عايزين نحسن، رافضين المشهد السيء، عايزين يبقى فيه شكل جمالي برضو في بيوتنا وفي شوارعنا. يعني كانت مبادرة حلوة جدا، بس أعتقد أن هي ما استمرتش يعني غير في أماكن، أو مطبقتش غير في أماكن محدودة، كان منها بعض المنازل في اسكندرية أنا فاكرة كويس جدا برضو عرضناها. يعني بصي مثلا المنظر ده واحد من منظر أحلى جميل، وبلدنا جميلة، بس إحنا لازم إحنا اللي نحافظ عليها، خاصة لما تلاقي اللون الأزرق واللون الأخضر تعرف أن أنت أمام بحضارة وتاريخ طويل في حي ليه شهرة عالمية وميدان ليه شهرة عالمية. يعني المفروض السبوت ده خلينا نقول او المكان ده يبقى استغلاله احسن وافضل مئات المرات. عزقنا ان هو بدا يتطور ويتحسن، اصبح في جراج وبتفتح في بعض المشروعات، المنطقه دي تحديدا بقى فيها تطوير مهم جدا وملحوظ، لكن المفروض يبقى ده مزار على طبعا اهميه وطبيعه المكان.